السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ غبرت عليكم بزاف. انا عاود جيت عندكم ان شاء الله. بغيت نحضر اليوم بادات، قلت علاش ما نشاركوش مع المشاهدين ديالي. المهم بقاو معايا نوريكم الطريقه والتحضير. بادات غنديروا غير بالقديد وشويه المجمله، بقاو معايا ونوريكم الطريقه والمقادير. بسم الله، عندي القديد هنايا، هذا غادي نديرو في هذه المجمله مقطعه، غنديرها في شي حاجه، شي كومبريس ولا شي زويه في حياتي. ندير قديد كتير حيت ما غندير لا لحم لا والو. ها هو القديد، دابا هنا عندي البصله وعرفتي الخضره ديال بحال ديال الكسكسو، بحال بادز بحال الكسكسو، هاي الخضره نقطعها. غادي نقطع البصله شرائح عادي بحال الكسكسو عادي. هو بادز شحال واحد قال لي يدير لنا بادز اللي هو كيدار بالذره. غندير شي ربعه المطيشات كبار. والله الا توحشتكم المشاهدين، حتى انا شحال ما بقيت لحت شي حاجه مع الوقت. المهم غندير بادز، بقاو معايا باش كاين اللي ما كاين اللي كيعرفو كاين اللي ما كيعرفوش. شحال من شي وحده قالت لي، شحال من وحده قالت لي ديري لينا بادز، وبزاف الوصفات قلت لهم غادي نديرهم ان شاء الله. المهم راه توحشتكم بزاف حتى انا. عندي هنا في التوابل عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم المطحون بلدي، معلقه كبيره، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السكينجبير، وعندي معلقه صغيره ديال البزار صافي. هو اللي كندير فيه. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت البلديه ونص الزيت العاديه، خلطتهم درت هذا الكاس كبير. نديرو تقلى في البوطه، من بعد غادي نوريكم واش غندير. يلا بقاو معايا البنات. غندير واحد المعلقه ديال السمن في الاول، غير تنخلي بها، وعاد في الاخر غندير ثاني السمن. يلا المهم البنات هو كيتقلى، شفتوا يتقلى مزيان، تقلى ديك البصله، ومن بعد غادي نديرو الخضر. يلا بسم الله، غادي نديرو الذره. بسم الله، كما قلت لكم راه رميت الحمص، رميت الحمص هو الاول ما وريتوش لكم. ترى ماشي بحال الكسكسو كتبغي تدلك بحال هكا. صافي دابا كنديكوها بحال هكا الدرا. قصريه صغيره شويه، نتوما ديروا القصريه الكبيره صافي. كنديروها بحال هكا، تاخدش الوقت بزاف. كما شفتوا دابا كنغربلها هنايا في هاد الغربال. المهم كتجي على هاد الشكل. ها هو شتي، انا عندي كميه كثيره، نجي بحال هكا. دابا غادي نديرها في الكسكاس تفور، الفوره الاولى. كاين اللي كيدير لها جوج فورات وكاين اللي كيدير لها ثلاثه، انا كندير لها ثلاثه الفورات باش تجي زوينه. يلا هاو معايا نتوما البنات. دابا الفوره الاولى غنعاودها حيت عندي الكميه كثيره، درتها في هذا البانيو. هذا البانيو نخليها خصيص غير الكسكسو، السفه، كاع الحاجه اللي كان عندي كثيره كنديرها فيه. هاو معايا تنعاود الكسكسو. دابا نعطيه الماء مزيان باش تجيني الذره تكون رطبه. غنعطيها الماء مزيان، نعاودها. يلا دابا دابا كندير غير الماء فورا هاد الفور الاولى، كندير غير الماء، حتى الثانيه عاد كندير الزيت والملحه باش تجيني رطبه. دابا نعاودها مزيان بالماء. ما كانت ناشفه ما تخافوش من الماء، غير عاودوها مزيان باش ما تجيناش تضرب شي حلفه، هي كتبغي تكون معلكه صافي.
شفتي دابا ممكن ناخد غير بيدي هكا بهذا الشكل. الا خصني ما نزيد الماء حتى كتحسوا بالضرب اللون ترطبه شويه. انا مازال غادي نزيدها الماء حيت هذه الكميه كثيره درت. دابا هي الفوره الثانيه طلعت غادي نعاودها ان شاء الله. بقاو معايا يلا. حتى هي غندير ليها الماء دابا اللي غيكفيني. الشكل ديال الاول اللي عاودتها المراه عارفين تبارك الله ملي كديروا الكسكسو راه عارفين الطريقه عارفين كل شيء. غير بالنسبه للذره انا وريتكم كيفاش كتكون. دابا ندير الزيت مع حده سخونه باش تجيني معلكه. الكاس ديال الزيت زيت المائده نتوما غديروا الزيت اللي غيكفيكم. انا عندي الكميه كثيره داكشي علاش درت زيت كاس كبير. ندير الملحه مع العلم ما درتش الملح في هذا في البرمه لحساب القديد مالح حتى الاخر عاد غنشوف واش غيخصني وغنزيد. يلا بقاو معايا. دابا غادي ندير هاد الفوره صافي. دابا غادي نرمي القرعه الصغيره وندير الطاقه الحلوه. تعرفوا بالدس كيكون في جميع الخضر الطاقه الحلوه كتجي غزاله في حلو. المهم دابا نرمي الخضره وباش نعاود هادي ونقطع. دابا كيف ما شفتوا غادي ندير مطيشه قبل ما نرمي القرعه. غندير مطيشه حكيتها الربيع وزدت البزار وزدت الخرقوم عاد لان عندي البلول كثير. يلا بقاو معايا. دابا غنديرو في البرمه وعاد نبغي نعمر التعميره الثالثه ندير القرعه. انا عاودت هاد الدره من بعد ما درت مطيشه وربيع. دابا غادي نرمي القرعه. نرمي القرعه الخضراء الكورجيت وغادي نرمي القرعه الحمراء. وعندي بطاقه الحلوه كتجي في باده زغزاله وعندي جوج مطيشات نقطعهم غير على جوج هكا. المهم دابا غادي نرمي القرعه وغادي نعمر الكسكسو هادي الفوره الاخرى صافي. نتلاقاو في من بغي نسقي نتلاقى معاكم. يلا بقاو معايا ان شاء الله. غادي ندير سرينه غادي ندير السمن. ها هو السمن غنديرو غير في البلول اللي بغى يديروه تما في الدرا يديرو. المهم غادي ندير الدرا في القصريه من بغي نسقي غنوريكم ان شاء الله. يلا بقاو معايا. كيو طلوع تاع القديد هادو كيف ما شفتوا انا سقيت القصريه. ها هي القصريه ديال باداز. يلا وتسمح لي اللي كتوحم تسمح لي واللي قريبه في كازا تجي عندي مرحبا بها نصوبها ليها ونجيبها لها حتى للدار ماشي مشكل. وبالصحه والراحه. المهم هذا هو باداز ديالنا ونتمنىكم تزوروني القناه ديالي. وكنشكر اللي كيتابعني واللي ما مشاركش معايا يتابونا معايا. كنشكركم بزاف وسمحوا لي تعطلت عليكم. يلا شكرا لكم ومع السلامه مع وصفه اخرى ان شاء الله.